لك دايما البنات الحلوه كده. مساء الفل الاول، مساء الرضا والسعاده على كل مشاهدي صدى البلد وبالتحديد مشاهدي مطبخ البلد. معرفش ليه البنات اللي شكلها كويس يعني او ربنا رازقها بشويه رزق كده في شكلها دايما يتهموها بانه هي دي بقى فاضيه المطبخ، ولا فاضيه دي فاضيه تعمل ضوافرها، دي فاضيه تعمل شعرها. لا يعني احنا مش عارفين، احنا هنشوف زينا زيكم. منوراني ومشرفاني ملكه جمال مصر عام 2016 الاستاذه كيرا صباح. اهلا يا رحمه، مبروك على البرنامج. الله يبارك في حضرتك، شرفتي ونورتي. ايه الحلاوه والبهجه دي؟ ميرسي. عامله ايه؟ كل حل الحمد كله لله. جميل الحمد لله. إيه هتاكليني ايه النهارده؟ انا النهارده هعمل لك بقى سيزر سلطه، يعني حل. على قد، انا مش استاذه قوي في المطبخ بس على قد يعني. لا بس حرام، احنا مش عايزين نظلمها، احنا هنا قايلين لها على وقت الفقر الضيق فكتر خيرها الست كفت ووفت. صح مظبوط. قولي لي بقى مكوناتك ايه؟ احنا معانا هنا الاول العيش، معانا التشيكن، معانا الخس. حلو. ده الدريسنج بتاعها. أوه. وفي الاخر بنزين بقى بجبنه. عظيم. في ناس بقى بتحب طبعا تزود صوصات تانية، ده براحتهم، بس هو ده الاساسي. عظيم. هنبدا بايه اول خطوه؟ ايه ثانيه واحده، يلا اول. بسم الله بسم الله. ده خاص اللي هو الكابج اللي هو الكروم. بالظبط. صح كده؟ بالظبط. اوكي. ممكن اعمل لكم الكميه كلها تاكلوا انت، اللي هيطلع من ايدك هيبقى حلو بالصلاه على سيدنا النبي، هيبقى عسل عسل عسل. يعني عايزه اعرف نحطها يعني نصها مش كلها. عايزه اعرف حاجه، احنا دايما في عروض ملكات الجمال والحاجات اللي هي الازياء ومش عارف ايه بنشوف الموضوع اقرب ما يكون للبرفكشن، بنشوف حاجات مظبوطه قوي. بس اكيد يعني بيهايند سين كده في شويه حاجات بتحصل، مش عارف سوسته فرقعت، مش عارف كعب ايه، ده سمعناه. قولي لي موقف كوميدي حصل قبل لحظه حاسمه جدا، كنت واقفه مش عارف تعملي ايه؟ نفسان الزميله. لا لا هو الكعب اتكسر فعلا. لا قولي لي نفسان الزميله، اصل نفسان دي موجوده في كل المجالات. هقول لك مثلا. قولي لي. كنا احنا المفروض منظمين كل واحد هيلبس دريس معين. حلو قوي. تمام؟ وهي قايله لي الديزاينر كيرا هتلبس الدريس ده. حددت لك؟ حددت لي خلاص ومحطوط وكل حاجه تمام. اوكي. قبل ما نطلع بالظبط بثلاث دقايق انا رايحه اخد الدريس، خلاص مخلصه ميك اب وشعر وكل حاجه. لقيت في زميله بدون ذكر اسماء. ايوه. راحت واخده الدريس ده ولبسته، هو معمول طبعا بمقاس معين. أوكي. بكل حاجه ما ينفع. فقلت لها لو سمحتي الدريس ده تبعنا، والديزاينر اختفت. مش موجوده. مش مولهاش وجود. مفيش. والمفروض احنا خمس بنات اللي هو اصلا في الفينال هنطلع احنا الخمسه، وهي مليانه عني والدريس كبير جدا. اوكي. فكميه دبابيس بقى اتحطت في طول ما انا ماشيه على الاستيج بقى، مش عايزه اقول لك كميه الشكشكه بقى اللي انا واخداها في ظهري، وخايفه الدريس كان كاب، خايفه يقع. أيوة. وخايفه يعني، فماشيه بالظبط عامله كده تحس انك. بس خليني اقول لك والله ان المواقف اللي شبه كده دي بتحصل في مجالات كتير. اكيد طبعا. احنا يمكن علشان المجال بتاعنا عليه كاميرات وعليه اضاءه والسوشيال ميديا بتهتم بينا، فاحنا دايما المتبروزين متبروزين او اون سبوت زي ما بيقولوا. بالظبط بالظبط، تفوكس علينا اكتر. بالظبط. طيب عايز اعرف حاجه وانت شغاله كده قولي. هنحط بقى بعد كده اللي طبعا تشيكن. الجسم القمر ده يعني احنا بالليل بنعك احيانا، وانا اكتر واحده بتعك بالليل. حلو. قولي لي عكوكه خاصه بكرولة محدش بيعكها غيرها. هقول لك حاجه، بص انا العك بتاعي مش اكل، انا العك بتاعي اللي هو بسكويتس بقى، شيبس، شيتوس، الحاجات اللي لا حاجه كده اختراع بتعكيها بالليل اللي هو ايه، اخاف اقولها في التلفزيون لحسن الناس تضحك عليا. عادي احنا في مطبخ البلد. لا 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 انا مش بتكسف، انا عموما انا ما بتكسفش عموما. قولي لي عكوكه كده اللي الناس تقول ايه ده الجسم ده بيعك العكه دي ازاي؟ هقول لك، بصي انا بصراحه ماليش في الاكل عموما، يعني انا ماليش في اللي انا اكل اكل، انا من نوع انت عارفه اللي هو الكتكوت اللي بينتش، فتلاقيني ماشيه كده في بسكوته اخدها، بعدها شيبس اخدها، بعدها ما اعرفش جوس اخدها. فده بالنسبه لي هو عك، لان هو بيتعب معدتي في الاخر. أوكي. ما حلو في حادق في حادق في حلو، ده حاجه صعبه. لكن جدا ما عندكيش يعني. اختراع معين كده بتعمليه بالليل مثلا لو احنا اخر الشهر مفيش فلوس؟ اصل بتحصل لنا برضو يا كارلا، بتحصل لنا. قولي الصراحه ايه العكه اللي ممكن لو انت جعانه بالليل وقت متاخر مش تطلبي دليفري تعمليها؟ ممكن مثلا ريزو بتشيكن الساعه 3 بالليل. اوكي. عادي، بس هي بتبقى كل فتره، فالحاجات دي ما بتاثرش فيا قوي يعني، مش بكتسب الوزن اللي هو الاوفر يعني. اوكي. لاني باجي تاني يوم يعني، انا من مثلا عكيت النهارده تاني يوم تلاقيني بظبط. حلو. فيوم بيشيل يوم، ما بلحقش ازيد يعني. اوكي. بيبقى ليكوا انتوا واقفه بطريقه معينه كده في مسابقات ملكات الجمال؟ يعني انا بتعقد والله العظيم، بيبقوا واقفين واقفه. ليه اعلمها لك ليه؟ بيبقوا انا استني. لا ليه؟ اي نعم انا لسه ما وصلتش تعالي كده.
نحاول نوري السادة المشاهدين. اه بيبقوا واقفين وقفة كده بيرفكت قوي، مش يعني تعالي نجرب كده اهي رجلي كده الشمال والشمال خطوة قدام، اوكي، وايدك كده ولازم بقى راسك مرفوعة وكتفك راجع، اللي هو تبقي واقفة كده بالظبط كده مش شامخة. اه عاملة كده بالظبط. انا عايزة اعترف لكم اضحك الناس دلوقتي. ايوه بصوا يا جماعة الشموخ اللي انا فيه ده، لحظة واحدة. اصلا كل ده اصل عادي، احنا في مطبخ البلد مفيش اسرار بيننا وبين الساده المشاهدين بالظبط، يعني صح. احنا لازم قدر الامكان نبقى حقيقيين، بس برضه 167 سم ده ما اظنش ان انا ذئب قوي يعني. لا لا ده حلو جدا، انا 165، انا اقصر منك. عسل 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 قمر اصلا يعني. دي حاجه جميله قوي. انا ما شاء الله شايفه قدامي سي في حلو ليكي في التمثيل، صح كده؟ انت عملتي حكايه بيت العز، عملتي كله بالحب، عملتي بدون ضمان، عملتي الحرير مخملي، الحلم، ضي القمر، قمر هادي، الاب الروحي الجزء الاول والثاني، ما شاء الله. قولي بقى انت اسم الله شكلك حلو، حلو؟ قد ايه استغليتي الحته دي علشان تنوري؟ ودي حاجه ما تقلش منك بالمناسبه. اكيد. لان ربنا مش بيدي الناس كلها القبول كويس. صح، بس زي ما حضرتك بتقولي القبول ده حاجه والجمال حاجه. انا ممكن ابقى جميله جدا. حلو. بس ما عنديش قبول على الشاشه. حلو قوي. هطلع اول دور تاني دور بعد كده خلاص. فعشان كده دايما الموهبه هي اللي بتثقل، اكمل او ما اكملش. ويمكن الاختيارات مش كتير يعني، احنا برضو خلينا واضحين، هو احنا كل يوم في 1000 حد عايز يمثل و1000 حد عايز يغني، فالدنيا بقت برضو شويه صعبه، فانك تثبتي نفسك في المجال بقى صعب جدا. صحيح. خصوصا اللي هو بقى في ناس يعني بقى في قسمين، قسم يقول لك انا عايز موهبه ما يهمنيش الشكل، وفي قسم بقى يقول لك دلوقتي شغل الترندات. اوكي. ده بقى الترندات ده ظلم اللي عندهم موهبه جدا. بمناسبه الترندات، انت فجاه حصل عليكي هوجه غريبه كده، الناس بتشتمك، الناس تدعي عليكي؟ ده ولاء اكيد. ولاء. انا مش فاهمه ايه فكره الناس بتشتمك وتدعي عليكي ليه؟ ما هو عشان ولاء. بص اقول لك حاجه، هما شتموني في الاول. أوكي. بعد كده ولاء ده كاركتر كنت عاملاه. ولاء ده اللي هو كان بدون ضمان. اوكي. فهو الاول كانوا شايفين هنادي طيبه، هنادي مهنه طبعا صديقه عزيزه يعني سلامي ليها، فهي كانت طالعه البنوته بنت الناس المحترمه اللي بتخاف على بيتها، اللي بتحب جوزها جدا، اللي بتعمل له كل حاجه. ففي الاخر ولاء دي صديقه جوزها، فهي بكل سهوله اخذت جوزها. اوكي. وجوزها راح وطلقها، فقعدوا يشتموني اللي انا قد ايه انا خطفت رجاله وقد ايه انا ما اعرفش، ما فيش راجل بيروح يعني، ما هو مصاير، ما فيش راجل بيروح يعني الست اللي بتاخده، هو اللي بيبقى عايز يروح. على سيره الرجاله بقى، في موضه كده طالعه ما اعرفش يا اختي، يقول لك باد بوي، جود بوي، جود جوب، هو يا اما راجل كويس يا اما راجل مش كويس. كويس. حلو. انت بقى التايب بتاعك او فتى احلامك تحبيه يبقى الباد طبعاً. بوي اللي هو الواد المقطع اللي قطع السمكه واديلها وفي الاخر خدك انت، ولا تحبيه الراجل الملتزم الجميل اللي بيحسب الكلام؟ طبعا مليون في الميه الملتزم. ملتزم. أنا هعمل ايه بالباد بوي؟ اوكي. يعني شخص سايكوباتي انا هعمل بيه؟ لا مش بتتحسب كده، بس في بنات تقول لك ايه ده لف الدنيا وراح وجه وعمل وفي الاخر اتجوزني انا. لا في فرق بين شخص عنده خبره اللي هو شاف دي وشاف دي وكل حاجه الوسط، ما هو الوسط حلو. انا صح. مش لازم اخد حد يعني اللي هو مقفول قوي، ومش لازم اخد حد منفتح بزياده. منفتح بزياده ده ممكن يبقى فيه عيب. ان عمر ما حاجه هتملى عينه. أوكي. مهما كنت جميله ما هو في الاجمل، مهما كنت حلوه في الاكتر، وهيبقى عايز يجرب ده وده وده وده، مش هخلص بقى. ده صحيح. فلا خلي، انا بحب انا الهدوء، الشخص الملتزم اللي انا مكتفيه بيه وهو مكتفي بيه، لكن الباد بوي ده لا ده صعب يعني. ايه الاسم كده في البيت اللي مامتك بتناديكي بيه وتخافي تاخديها معاكي لوكيشن لحسن لو قالت لك الاسم ده يعني ممكن الموضوع يبهوأ مننا جامد؟ انا ماما كل حرفيا ماما كل يوم لها اسم ده. حلو. يعني وكمان ماما يعني مش بتنادي اسم بس، لا ممكن مثلا يوم كوكي، يوم كوكو، لا اسم اللي هو ايه ماما انا كبرت، عارفه ماما ما تعمليش كده انا كبرت، اللي هي الفواكه والمكسرات. انا مش عارفه ماما تقول مثلا ايه يا برقوقه، يعني ايه يا برقوقه؟ برقوقه ايه دخل برقوقه بيا؟ او ايه يا لوزه؟ ايه يا بندقه؟ يا ماما انت يعني انت بتدلعيني، بس كميه مكسرات بتتقل مش بس طبيعيه، بس المكسرات صحيه. ده في حاجات يعني انا مثلا اسمي ندى. Okay. ما كنت اروح زمان وانا صغيره المسرح مع ماما كان يقولوا لي يا نغم يا غنم يا لغم، يعني كميه لطافه. ودي بقى مش جالك من الاهل اللي هو اهلي هعمل ايه، لا لا ده من ناس بره. ما هو بره بقى في بقى بيتقال لي كيري، كيارا، كارلا، كل الحاجات دي. كارلا
كله بيتقال ما عدا كيرا. عايز اقول لهم يا جماعه كيرا كيرا، يعني بيجيبوا كل الاسماء ما عدا اسم انا بالذات، مش عارفه ليه. مين الشخصيه اللي نفسك قوي انت حاسه ان شغله مع او شغلك معاه مش بس هيضيف لسي فيك بس كمان حاسه ان انت هتستفادي منه قوي؟ كتير يعني. انا كريم عبد العزيز مثلا في الكوميدي، استاذ احمد حلمي، هنيدي، احمد مكي، كتير ناس كتير طبعا مع حفظ الالقاب. هي مع حفظ الالقاب، مع حفظ الالقاب لكل الناس. بس يعني انا بشوف ان انا الحمد لله بفضل دعوات والدتي يعني انا كان لي الحظ ان انا اشتغل مع الجميل استاذ كريم عبد العزيز. يعني عايزه اقول لك حد انا ما شفتش يعني حد بالشياكه والذوق والعبي، وقول عايز ترميني افيه ارمي افيه، ابصي يلا ناكل يلا نهزر. يعني انا لما مضيت الزيبق كنت ماضيه على 5 ورقات كان بروف الترابيزه، لقيت دور هانيا ده فجاه راح كبر عمل ستريتش من لذيذ. ما هي دي خدي بالك برضو من النجم اللي هو النجم بجد بيبقى عايز اللي قدامه يعليه ويكبره ويديله مساحته ويديله فرصته وما يقلقش منه. مش هيقلق منه لان يعني طبيعي المشهد هو مش شخص واحد، صح؟ المشهد بين اتنين، لازم احنا الاتنين نطلع. لو حد وقع مهما كان اللي قدامي شاطر هيبقى فيه خلل. اكيد انت شكلك لطيف وحلو فوارد يحصل بعض النفسيات، اكيد مريتي يعني مثلا عندنا في شغلنا مثلا في الدراما بالتحديد لما يبقى واقف قدامك فنان مش حبك يعمل ايه؟ بعض الناس ما بقولش كل الناس بس يغلط ويعيد كتير. طب اقول لحضرتك حاجه، وايقاعك يقع وانا مش حضرتك انا ندى كده كذا مره. يعني عايزه اقول حاجه حصلت معايا يعني في موقف ما كان المفروض مشهد. انا لما بعيط من نوع ما بحطش قطره، يعني انا اللي بعيط. تعتمدي على نفسك. بعتمد على نفسي انا بعيط. فكان في مشهد مهم جدا يعني مستر سين والمفروض بعيط فنانه ما وليها اسمها. اوكي. كل شويه واحنا قلنا المشهد مع بعض مره واثنين وثلاثه وتمام جدا. اجي في نص المشهد في عز ما انا بعيط ومنهاره لا شعري ما اعرفش ايه لا ممكن فانا عديتها مره واثنين وثلاثة. اوكي. وانا من نوع انا دايما بدي حس يعني حسن النية لحد الاخر لحد ما الناس تيجي تقول يعني انت ما بتشوفيش يعني. اوكي. فمرة اتنين تلاتة اربع او خمس مرات والله ندى لدرجة اللي انا عيني بقت جفت خلاص ما فيش دموع تاني تنزل. اوكي. في المرة اللي انا بطلت اعيط فيها هي قالت المشهد كله تمام. بس قولي لي انت بدأتي الاول موديلنج وبعدين دخلتي خدتي لقب ما شاء الله 2016 ودلوقتي بقى عندك سي في ابن حلال في التمثيل يعني. الحمد لله. ارتحتي في مين اكتر او مين حاسه ان ده ممكن يبقى الدايركشن اللي هتكملي فيه؟ لا بصراحه حقيقة انا بحب عموما الشخصيه المختلفه عندي. يعني انا ما بحبش الشخصيه اللي هي تبقى قريبه من كيرا الحقيقيه، بحب الشخصيه اللي هي بقى حد سايكوباتي، حد زي ولاء طلع عندها جبروت امراه يعني. أوكي. حد بيخون، انا بحب الحاجات الغريبه اللي هي مالهاش علاقه بكيرا. اوكي. قولي لي الاول كلميني شويه عن الاكله دي. دي اكله فيها عيش يعني فيها كارب بالظبط وفيها فراخ. وفي الفراخ بروتين وفي الخضار طبعا الخس وفي الجبنه. حلو قوي. تقريبا احنا على فكره الاكله دي يا جماعه اتحضرت في اقل حرفيا من 5 دقائق. صح. يعني انا ازاي لا وهي الصراحه ملتزمه جدا. قلت لها بصي بقى كوكو انا عايزه حاجه بسيطه عشان عايزه تبقي معايا اطول فتره ممكنه بقى نقعد نهزر نقعد نضحك. ففعلا هي السلطه اتعملت في اقصر فتره ممكنه. انت عملتيها في البيت قبل كده؟ عملتها مره. مين عندك في البيت؟ مين انت غاويه المطبخ الاول ولا لا؟ صراحه لا خالص، مش غاويه المطبخ. بس انا اصلا مش باكل فليه مبرر يعني. انا يعني مثلا ضد مثلا اللي بيحب اكل كتير جدا جدا وما بيعرفش يعمل حاجه، انا ماليش اصلا في الاكل. طب لو انت النهارده ما عندكيش تصوير ما عندكيش حاجه وقررتي تقفي المطبخ تعملي فيها بقى ست البيت الجامده وتعملي اكله حلوه، بتعملي ايه؟ بس اقول لك يعني انا مسافه ما بحط رجلي في المطبخ ماما بتقول اخرجي بره. كده مواعين واطباق. لا لا 100 سؤال، انا مش عارفه الحاجه مكانها فين، ف 100 سؤال في الثانيه، فاللي هي بتتشتت مني، فاللي هو اخرجي يا حبيبتي بره هعمل لك اللي انت عايزاه، قولي انت عايزه وما تجيش دعوه. كيرا شرفتيني ونورتيني. ومفيش حاجه اسمها بنت حلوه ما بتعرفش تطبخ، بتعرف تطبخ وبتعرف تعمل حاجات كتير. عايزه الفرصه بس. واحنا اللي حصرناها قلنا لها عايزين سلطه علشان الفقره والوقتها بسيط ومش عارف ايه، فبنت زي القمر وحاجه واجهه ومشرفه. كنت مبسوطه قوي ان انا موجوده معاك يا كيرا. مبروك للبرنامج. لحد هنا للاسف كيرا بطلتها وقعدتها الحلوه هتخلص الفقره وهنطلع فاصل سريع مريع ونرجع تاني والنبي ابقوا معنا.
ورجعنا ولسه مكملين فقرات برنامج مطبخ البلد. عارفين انتوا المصطلح بتاع البيرفكت شيب او الوزن المثالي؟ يعني تمام، هو على راسي المصطلح، بس انا شويه مش من الناس اللي بتروج للجمله دي، لان مفيش حاجه اسمها مثاليه في الشكل وفي الحاجات انا بشوف ان كل بني ادم ليه جماله وليه شكله، والطول المثالي ممكن على بعض الناس ما يبقاش احسن حاجه، ولكن نقدر نقول الحياه الصحيه، ازاي اقدر اعيش حياه صحيه؟ طيب هل الموضوع هلعب رياضه بس؟ لا. طب هل هستمر في شرب الميه بس؟ لا. طب هل هظبط نوم بس؟ لا. في شويه حاجات واسرار لازم طول الوقت نبقى على درايه بيها. منوراني ومشرفاني الدكتوره الصيدلانيه اميه العبد اللي هتعرفني ايه اهم الخطوات علشان نحقق حياه صحيه مناسبه. عامله ايه يا دكتور؟ الحمد لله تمام. اخبارك ايه؟ اخبارك ايه؟ تمام الحمد. مبدئيا كده كلميني في المطلق عن اضرار السمنه. السمنه طبعا احنا عارفين ان ليها اسباب كتير، اشهرها على الاطلاق ان احنا بيبقى عندنا مشكله في الحرق. حلو. بس دي مش المشكله الوحيده طبعا. بس معظمنا خصوصا المصريين بيبقى عندهم مشكله في دي. لان احنا رابطين الاكل بالمتعه، احنا بننبسط خروجاتنا ومناسباتنا كلها بقت مرتبطه بالاكل. احنا بنخرج مع اصحابنا ناكل، بننبسط ناكل ونزعل ناكل، كل حاجه بناكل. فده بيسبب مشكله في الحرق مع الوقت. ما بناكلش اكل هيلثي، لا المطبخ التقليدي بتاعنا الشعبي بتاعنا هيلثي، ولا احنا اصلا بنحب الاكل الهيلثي، ولا البني ادم اصلا بيحب يميل للاكل الهيلثي، بيحب الحاجات السولتي، الحاجات المسكره، المسبك، الحاجات اللي فيها سموم بيضه، الحاجات اللي فيها ريحه جامده جدا علشان تفتح شهيته علشان ياكل. فكل ده بيخلي البني ادم يتجه اتجاهات غير صحيه وخطوات غير صحيه في يومه تخليه يوصل لمرحله السمنه. طيب في تيبس معينه كده او شويه حاجات عامه جدا ممكن اي حد سواء بيعاني من سمنه او غير سمنه لو عملها او بقت روتين او جزء من روتينه اليومي ممكن قدر الامكان يحافظ على صحه جيده؟ احنا طبعا اهم حاجه، هو انا اصلا تخصصي عنايه بالبشره والتغذيه الخاصه بالعنايه بالبشره. حلو. التخصص للسمنه والحاجات دي ممكن تبقى حاجه ابجريد قوي. بس انا بحب اركز جدا على الناس اللي بتجيلي وهي بتخس وعايزه تخس مش لمجرد اخسر وزن. انا حابه اخسر مع الوزن ده العادات الغير صحيه، حابه ان انا احافظ على شكل وشي، مش عايزه ابقى بهتانه، عاوزه اعمل روتين لجسمي وروتين لبشرتي مناسب اكمل معاه باقي حياتي، مش مجرد ان انا خسيت وخلاص وصلت للوزن على الميزان اللي انا عايزاه وبعد كده ارجع تاني. بس في حاجات عامه قوي كل الناس تقدر تعملها، وطبعا في بعض الحالات حتى الحاجات العامه دي لما بيعملوها الحرق برضه بيفضل فيه مشكله، زي فكره ان احنا نشرب عدد لترات ميه مناسب خلال اليوم، تقريبا من 3 ل 4 لتر او من 2 ل 3 لتر في اليوم، على اتحرك على الاقل ساعه، اظبط نومي، انام بالليل، لانه طبيعي في هرمونات معينه الجسم بيفرزها بالليل في الضلمه ما بيفرزهاش بالنهار، قدر الامكان اقلل السموم البيضاء اللي هي ملح اللي هي سكر اللي هي دقيق، الحاجات دي حاجات عامة قوي ناس كتير ممكن تلتزم بيها، ومع ذلك تعاني من بعض مشاكل في الحرق. قولي بقى يا دكتور ايه الحاجات اللي ممكن اخدها كسبورت او كدعم لجسمي لو مع التزامي بالحاجات الاساسية وكمان في مشكلة في الحرق؟ احنا ممكن نتجه لحاجات تكون اقرب للطبيعة. يعني مثلا انا برشح دايما ان احنا نستخدم حاجة ما تلعبش في الهرمونز، ما تلعبش في احساس الجوع في المخ، لان ده كان حاجات موجوده زمان، دلوقتي احنا لا بنحذر منها. ايوه زي ايه؟ ما انت بتنصحيني بحاجه صعبه. يعني ايه همنع اكل من غير ما ابعت اشاره للمخ اقول له من فضلك ما تبعتش اشاره لمعدتي تجوع؟ تضحكي عليه. اقول لك تخيلي تبلعي بالونه، هتبقي مبسوطه ان انت حاسه بالاحساس ان انت شبعانه دايما ومش عايزه اللي هو تاكلي وجبه كبيره، لا انت الوجبه هتلاقي نفسك اكلتي وجبه صغيره ومبسوطه جدا. اكيد مش هخليكي تبلعي بالونه بلاستيك. اوكي. بس انا ممكن اديكي حاجه لما تبلعيها وتشربي وراها الميه هتديكي البالك ده يفضل قاعد في المعده ويمشي بالراحه جدا جدا لحد ما يوصل للامعاء. بعدين بعد نص ساعه هتاخدي الوجبه بتاعتك هتلاقي اصلا ان انت بتشبعي بسرعه. لا قولي لي اسم الحاجه عشان الناس تبقى عارفه هي بتاخد ايه. السيليوم.
حلو. السيليوم سوبر سيليوم بالظبط. حلو قوي. السيليوم ده عباره عن قشور كده لحاجه اسمها اليقطونه، بتبقى شبه بودره كده، يعني المنتج بيوصل في بودره واحنا بنحط عليه ميه. حلو. ونشربه. حلو. بعد ما نشربه لازم نشرب مج ميه كبير او كوبايه ميه كبيره، لان هي دي المسؤوله عن النفشه اللي انا بتكلم عنها دي، او البالونه اللي هي مؤقته دي في المعده. يعني برضو وضحي لي، يعني دلوقتي انا لو استخدمت المنتج ده بشرب وراه ميه كتير، فبناء عليه بينفش في معدتي. لو شربت الجرعات اللي السوبر سيليوم المفروض اخدها منها، بيحصل زي بلك كده في المعده، كل ما بدي الفايبر دي او الفايبرز او الالياف دي بديها ميه اكتر، بتاخد مساحه اكبر في معدتي. بالظبط. انا فاهمه صح؟ ايوه بالظبط كده. حلو قوي. في موضه كده طالعه بيقول لك القهوه الخضراء حلوه للبشره وحلوه للشعر وحلوه للمش عارف ايه وحلوه لايه، قولي لي بقى ازاي اتعاملتوا مع الموضوع ده، لان بقت اسعارها كمان غاليه قوي يا دكتور. هي مش موضه، دي حاجه طبيعيه اصلا، ربنا خلق القهوه خضراء. احنا اخذناها حمصناها وبعدين طحناها وحطينا عليها ميه وشربناها. طيب احنا بالتحميص ده بنعمل ايه؟ بنقلل حاجه اسمها الكلوروجينيك اسيد، وده اللي هو اصلا مسؤول عن مضاد اكسده قوي جدا. حلو. مضادات الأكسدة دي بتحمي الخلية بتاعتي من هي تتجنن في دماغها وتبقى خلية سرطانية. بتحمي بشرتي من الأكسدة، بتحمي جسمي أصلا من عملية الأكسدة. احنا عملية الأكسدة دي عملية بتحصل في جسمنا كلنا بشكل طبيعي. تمام. كل اللي احنا من نسعى إليه ان احنا نوقف العملية دي، علشان زي ما قلت مش عايزين الخلايا تتجنن تبقى خلايا سرطانيه، مش عايزين نكبر في السن بدري، مش عايزين تجاعيد تظهر على وشنا، مش عايزين نوقف. يعني هي بتساعد كمان يعني ان احنا نمنع عمليه الاكسده دي، تساعد ان احنا نزود الحرق والميتابوليزم، وتساعد في النشاط. اقرب حاجه ممكن نتكلم عنها، كنا كلنا بناخد فيتامين سي بالكميات كل يوم خلال فتره كورونا. ليه؟ عشان احنا عايزين نرفع المناعه. طيب المناعة دي هتترفع ازاي؟ لما الخلية تبقى قادرة تواجه الميكروب او الفيروس ده. قادرة تواجهه ازاي وهي اصلا طول الوقت بتفرز او بتدي طاقتها لعمليات زي الاكسدة وعمليات هي مش محتاجاها دلوقتي. انا لازم اقطع العمليات دي بان انا اخد مضادات اكسدة قوية. القهوة الخضراء فيها نسبة كبيرة جدا من الكلوروجينيك اسيد ده، وبتبقى مضادة للأكسدة طبيعية جدا وكويسة جدا. أسعارها غالية؟ لا، ما اعتقدش ان احنا دلوقتي هنلاقي أسعار غالية قوي. مقابل البنفيت اللي احنا بناخدها السعر طبعا مش غالي. وكمان ان احنا اصلا خلاص احنا عاملين دلوقتي هيلث لايف ستايل وعاملين دايت، الأكل بتاعنا بيقل شوية، واحنا متعودين طول الوقت ان احنا شغالين بقى على المطبخ رايحين جايين، بنفتح الثلاجه بتاع، فان احنا نعمل كوبايه القهوه الخضراء ونقعد نشربها ده برضو حاجه هتديني احساس ان انا ما قطعتش عاداتي فجاه. يعني سؤال، يعني القهوه الخضراء هل انتوا منزلينها في الكورس مثلا؟ موجوده مع الكورس؟ موجوده. موجوده الكورس في سيليوم وقهوه خضراء. حلو. انا زي ما قلت لك بحب اتكلم عن مش بس الحاجة اللي هي مشهورة عن البرودكت ان هو هيخسسني وهيديني مضاد اكسدة، لا، انا هتكلم مثلا عن السيليوم. السيليوم ده غير ان هو هيحسسك بالشبع، هو هيظبط مستوى السكر في الدم بتاعك، هيخلي الخلية بدل ما هي قافلة الباب مش راضية تدخل الانسولين بتاعك، وكمان مش عاجبها ان هي اللي قافلة الباب، لا، كمان بتشتكي للمخ وتقول له الحق الانسولين مش راضي يدخل لي، الحق البنكرياس مش بيطلع لي انسولين. فالمخ بيعمل ايه؟ بيضغط على البنكرياس يطلع انسولين وهو غلبان اصلا. أوكي. شغال انسولين، والانسولين بيعلى جدا في الدم والسكر بيعلى جدا في الدم، والخليه اصلا رافضه تاخد الاثنين. طب عايز اسال سؤال بقى، في حال انا دلوقتي مشاهده قاعده بتفرج على التلفزيون وسمعت عن منتج في دكتوره متخصصه طالعه بتشكر فيه جدا جدا جدا، فانا قررت ان انا هشتري سوبر سيليوم، قولي لي لو انا دلوقتي رفعت سماعه التليفون من خلال الارقام الموجوده تحت ومن خلال صفحه الفيسبوك كمان نقدر نطلب، هنحصل على ايه؟ الكورس شامل ايه؟ الكورس شامل السيليوم، البودره اللي احنا اتكلمنا. أيوة. عليها، والقهوه الخضراء. حلو. متابعه مجاني والشحن مجاني كمان. متابعه التغذيه. اوكي، يعني انتوا بتقدموا كل النصايح لكل مستخدمين منتج سوبر سيليوم. بالظبط كده. طيب
بينتج، وده كتير جدا الناس لما بتخس بيحصل شوية ترهلات بالذات في المناطق الأشهر، الدراعات، البطن السفلية، الحاجات دي، الثدي عند بعض السيدات وبعض الرجال. اتعاملتوا ازاي مع الموضوع ده؟ بالنسبة للترهلات الأفضل طبعا إن احنا يعني وإحنا بنخس نخس جراديوال أو نخس بالتدريج، بالتدريج، لأن الجلد يعني بيحتاج وقت إن هو يستوعب إن في خسارة الوزن بتحصل، وبيحتاج إن هو يرجع يشد نفسه تاني. الخسارة الزيادة دي بتخليني أخسر كولاجين كتير. بمناسبة الكولاجين، السيليوم كمان هيحميني من ان الكولاجين يتكسر بنسبه كبيره. لا بس انا بيقولوا لي هنا ان انتم مقدمين كمان هديه على الكورس، كريم شد ترهلات. هو انا هو الكورس في كريم شد ترهلات، بس انا لا عادي ولا يهمك، بس الفكره كلها عاده كريمات شد الترهلات اسعارها غاليه جدا جدا. قولي لي ازاي اقدر استغل الكريم ده اكتر استغلال لطيف يفيدني بحيث ان انا ما يحصلليش اي ترهل كمان لو انا مظبطه اكلي وبتمرن وبتاع. هستفاد ازاي من كريم شد الترهلات ده؟ مبدئيا هو الكريم هديه، واحنا حابين نسمع بقى الفيدباك بتاع الناس اللي هتجربه. هو فيه كافيين، يعني في دراسات بتقول ان الكافيين هيساعد ان الكولاجين ما يتكسرش بشكل كبير. حلو. بصراحه بمنتهى الصراحه انا مش مؤمنه بان في منتج موضعي هيتحط كريم هيتحط على الجلد هيشد لي الترهلات، بس انا ممكن، بس لا في حاجه بتساعد في بالظبط. انا ممكن قبل ما ادخل لمرحله الترهلات اصلا ابدا وانا بعمل الدايت بتاعي اهتم بالجلد بتاعي كويس جدا، اهتم ان انا ما اهملش فيه، يعني ما اهتمش بشكل جسمي تحت الهدوم وسايبه جلدي بيضيع. لا ده الجلد برضو ليه صحه وله حق علينا. لا بس هو في على فكره في بعض انواع جلد لما كمان بيكون في ممارسه رياضه او حاجات او مش عارف ايه بالظبط. فهي الفكره انه ساعات الكريمات دي فعلا انت بتحفزي المناطق دي، بتعملي تدليك عكس اتجاه الجاذبيه عشان مع التمرين ما يبقاش فيه ترهل او الجلد مدلدل نازل لتحت، صح كده؟ الاعتماد التام عليه برضو. يعني احنا كل حاجه ليها دور. حلو. الدايت ليه دور، الحاجات اللي تساعدني في الدايت ليها دور، الرياضه ليها دور، الكريمات برضو ليها دور. يعني انا ما اقدرش اعتمد. الخصومات بقى ايه دورها معاكم؟ دور كبير. ايوه قولي لي عملتوا ايه في موضوع الخصومات. بصراحه الخصومات كبيره وهي بتتغير طول الوقت. هما لما يتصلوا على الارقام هيسمعوا الخصومات الجديده. طب لحظة واحدة، أنا بيتقال لي هنا في الكنترول إن في خصم 50%، مش عارفة مش عايز تقول لي ليه؟ أنا مش عارفة هي مش عايز تقول لي ليه؟ مش عارفة عندهم يا جماعة من فضلكم اتصلوا عشان أنا خايفة ترجع في كلامها. في خصم واصل ل 50% على منتج سوبر سيليوم اللي كمان هتقدروا تحصلوا معايا على القهوة الخضراء وهدية كمان كريم شد الترهلات، وكمان التوصيل مجانا لجميع أنحاء الجمهورية والمتابعة. وكمان المتابعة. المتابعة أهم حاجة في اي حاجه، في الدايت، في البشره، في اي حاجه احنا هنبداها لو ما كانش عندنا صبر ان احنا نكملها اكيد هنحس ان اللي احنا بنعمله ده تضييع وقت وتضييع فلوس ومش هينفع. بس انا ممكن ادي مثال بسيط جدا. انا اصلا عندي بلوج على انستغرام، وكنت منزله فيديو من سنه فاتت. اوكي. وكان عندي حالات يعني كبيره جدا، وكان بيجي لي كومنتس وحشه جدا اصلا. اللي هو بصي لنفسك وبعدين بينصحي الناس والكلام ده. فامبارح بعمل ريشير للفيديو ده، وبصيت على الهالات اللي عندي دلوقتي والهالات اللي كانت عندي. أوكي. وكتبت لهم جماعه لو ما فيش صبر مش هنوصل لاي نتيجه. صحيح صحيح. عشان كده لازم واحنا بنبدا البيبي ستيبس بتاعتنا نبقى متوقعين ان احنا هنوصل للخطوه الاخيره اللي احنا بنتمناها. هو ما فيش حاجه بتبقى حل سحري، يعني انا ما اظنش ان في دلوقتي ان الطب وصل لمرحله الحلول السحريه في مشاكل السمنه او في اي مشاكل تانية. بس الفكره كلها ان احنا طول الوقت محتاجين، حتى لو احنا هنستخدم منتج ومحقق نجاحات وده كلام حقيقي ما نقدرش نزيفه، ولكن كمان لازم الواحد يساعد نفسه، يتمرن على الاقل ساعه في اليوم، يمشي عشان مش كل الناس عندها رفاهيه انها تروح جيم. بالزبط. يشرب كمية مياه كفاية. بعض الناس بتستخدم منتجات تعلي الحرق وبتجيب معاهم نتائج رائعة، بس في حال ان انا وصلت للتارجت اللي انا عايزاه لنفسي ووقفت استخدام المنتج، ايه اللي ممكن يحصل؟ هل ممكن ارجع ازيد تاني عدد الكيلوهات دي؟ لو انا اصلا اللايف ستايل بتاعي وانا بستخدم المنتج غلط، يبقى المنتج كان بيحميني بس من شويه الزياده في الوزن، واول ما اوقفه هرجع تاني. طب انا لو اللايف ستايل بتاعي مظبوط وماشي على المتابعه صح
والدكتور بيقول لي كذا اعمل كذا زيه وامشي على المنتج اللي بيساعدني وماشي عليه مظبوط، اكيد لازم هنوصل لاحسن نتيجه ممكنه. كلميني بقى عن الحالات دي، عشان انا شايفه هنا ما شاء الله يعني في ناس فقدت عدد كيلوهات كبير. يعني هو الميزه في ان انا برضو فقدت عدد كيلوهات كبير ان انا محافظه على صحتي، ما استخدمتش حاجه تضرني اصلا. الصور دي حقيقيه كلها ما شاء الله، دي يعني ما شاء الله واضح ان السمنه عندها كانت في منطقه الرجلين تقريبا والبطن كمان. هي المشكله ان احنا مش كلنا عندنا نفس السمنه متوزعه صح. ده بيعتمد على الجيناتكس والوراثه والعوامل الوراثيه واللايف ستايل بتاعنا برضو. فالمفروض ان احنا سي مثلا في ناس بتعرف اول ما بتخس بتخس من فوق، في ناس اول ما بتخس بتخس من ناحيه البطن، في ناس لما بتخس بتخس من ناحيه الافخاد بس. لا ما هو هنا بقى فايده الرياضه، احنا ليه بالزبط. بنقول العبوا رياضه علشان بالبلدي كده لو انا بعمل دايت وباخد سوبر سيليم فبيعلي الحرق واوريدي بلوز كيلوهات كتير جدا. هي الفكره ان انت لما بتعمل كده وانت ما بتتحركش الجسم بيلوش. بمعنى ايه بيلوش؟ انا هشيل دهون من الدراع واخد حته من الرجلين واخد حته من البطن. لما بنلعب رياضه انت بتبقى تور جايد بتاع الجسم، انت بتقول لجسمك لا انا بحرك الحته دي او انا شغال على الحته دي، فمن فضلك علي لي الحرق في الحته دي. زي بالظبط الناس مثلا اللي بتروح الجيم تعمل ري شيب، في ناس تقول لك والله انا عايزه املى شويه من منطقه الرجل، انا عايز املى شويه من منطقه المؤخره، انا عايز اظبط مش عارف ايه. هي الفكره كلها هنا الريشيب، ان انت بتقول لجسمك انا عايز اتخن من هنا او عايز اخس من هنا، فلو سمحت انت ساعد جسمك. طيب عايز اعرف حاجه، في بعض الناس لما بتخس بيبان على وشها قوي. بالظبط. يعني بتبص تلاقي الوش وقع، الخدود مفيش، الدنيا. ده دوري بقى هنا انا. ده دوري في ترشيح الكورس ده، انا مش عايزه. وانت الكورس ده اتعامل ازاي مع الموضوع ده بالذات؟ يعني انت لو انت مشكلتك اصلا ان احنا مش عارفين نظبط الاكل بتاعنا ولا الكميه بتاعتنا، وبنبقى كلنا متاكده كلنا بنشوف لو احنا مرينا بتجارب الدايت او صح. او عايشين مع حد بيجرب دايت بيبقى ماشي طول اليوم زي الالف صح، وقبل ما ينام كل حاجه بتبوظ. حلو، معانا مي. مساء الفل يا ميوشه. مساء العسل عليكي يا حبيبتي. اخبارك ايه؟ ازيك يا حبيبتي، منوره الدنيا والله. ده نور حضرتك. عامله ايه؟ كله زي الفل. أنا كنت عايزة أسأل بس الدكتورة على حاجة. طبعًا. بعد إذنك يعني. اتفضلي. أنا بصي عملت دايت ومشيت على أنظمة بس وشي خس خالص وشعري بيقع بطريقة رهيبة. وحصل لي مضاعفات كتير قوي، فالدكتورة تنصحني بإيه؟ حالًا حالًا الدكتور هترد عليكي حالًا. المنتج اتعامل إزاي مع الموضوع ده يا دكتور؟ المنتج وإحنا بنعمل دايت بنواجه مشاكل كتير. حلو. زي مثلا ان انا لو انا بعمل دايت غلط انا بحتاج اصلا ان انا امتص بعض من الدهون عشان بحتاج فيتامينز. طيب لو انت اصلا في بعض الادويه بتعتمد على بعض الادويه بتعتمد على امتصاص الدهون بتاعك كلها من الاكل، فمش هتمتصي الفيتامينز بتاعتك اللي هي فيتامين كي وفيتامين اي وفيتامين دي، وده هياثر على شعرك. لان انا اعتقد لو هي كانت معتمده في الدايت ان هي تاخد مكملات غذائيه تقطع تماما امتصاص الدهون من الاكل، فانت كده كمان ما امتصتيش الفيتامينز اللي هي بتدخلك من الاكل ده. صحيح. فالشعر بتاعك اتاثر، ما عرفتيش تظبطي كميه الميه اللي المفروض تاخديها مع الدايت، ما عرفتيش تظبطي قطعتي سكر بس ما عرفتيش تظبطي ان انت تاخدي حاجات بديله للموضوع ده، مش بديله للسكر، بديله ان انت ما تكسريش الكولاجين بتاعتك وانت بتخسي مثلا. زي السيليوم مثلا بيمنع عمليه اسمها الجلايكيشن بتاعت السكر، السكر طول ما هو عالي في الدم بيعمل عمليه طبيعيه، كل ما احنا بنزيد في العمر بتحصل زياده. العمليه دي اسمها الجلايكيشن، بتكسر لي الكولاجين اللي موجود في الجسم بتاعي. الكولاجين ده موجود في العظم، موجود في المفاصل، موجود في بشرتنا، بيبان علينا فين؟ على الوش. فمنخس هو اكتر من حاجه بتتاثر في الكساسان الوش. خلينا نقف هنا وخليكي فاكره احنا وقفنا فين عشان عايزه ارجع للحته دي تاني. هنطلع فاصل سريع مريع ونرجع تاني لو سمحكم. لو سمحكم لو سمحتم خليكم معانا.
مكملين مع حضراتكم فقرات برنامجنا برنامج مطبخ البلد. عايز اعرف حاجه، مقاومه الانسولين والسمنه ازاي ممكن تاثر عامه على صحتنا وعلى البشره؟ مقاومة الإنسولين دي زي ما قلتلك إن الخلية بترفض تدخل لي الإنسولين، تمام؟ فهتزود لي السكر جدا في الدم. لما السكر يعلى في الدم هيخليني أكسر الكولاجين بشكل كبير فهيطلع لي تجاعيد، هيخليني كصحتي العامة هيأثر على النشاط بتاعي، هيخليني بتعب جدا جدا. بعد اي مجهود بسيط جدا كنت بتعمليه هتبداي تلاحظي ان انت بتتعبي جامد، في تبول كتير، بتدخلي التويلت كتير جدا، مضره للبول يعني، عطشانه جدا جدا طول الوقت عطشانه، وعندك شراهه للحلويات ما تتوصفش، انت مش قادره تتحكمي في الـ في الـ في شراهتك للحلويات بسبب مقاومه الانسولين دي. يعني هتاثر ازاي على البشره؟ معظم البنات بتيجي تشتكي ان ظهر لها غمقان في خلف الرقبه بين الفخذين وتحت الابط بدون اي سبب. هي بترطب وما طلعتش في الشمس، بتحط السان سكرين بتاعها وبدا يظهر لها المشاكل دي في جلدها. طبعا بوجهها ان هو لا، لازم تحللي، نتاكد ان مفيش مقاومه انسولين. لو في مقاومه انسولين بنبدا ان احنا نظبط الدايت، ومع الدايت بنحط سبلمنتس زي السيليوم، وبنحب كمان ان احنا نحط حاجات مضادات اكسده برضو معاها زي القهوه الخضراء. ايه موضوع البدلات الحراريه ده؟ البدله الحراريه اللي احنا يعني بنشوفها من زمان قوي، بيتم الاعلان ليها بشكل كبير، حطيها حزام حراري على بطنك علشان تخسسي الدهون اللي في بطنك والكلام ده. يفتح الحزام نلاقي كميه عرق غير طبيعيه، بيتقال عليها ان هي دهون. في فرق شاسع ما بين الدهون وما بين العرق. الجهد اللي انت بتبذليه بيخليكي تفقدي ميه، وانت في الجيم بتفقدي ميه، وانت بتتحركي في البيت في المطبخ في الشغل بتفقدي الميه دي. بتفقدي دهون؟ لا، الدهون بتاعتك وانت بتفقديها بتنزل طبيعي في الحمام عادي. بس مش بس معنى كلام حضرتك ان انا ممكن دلوقتي استفيد من الناحيتين، بمعنى ان انا ممكن مثلا لو انا بتمرن او انا نازله امشي نص ساعه ولا حاجه ايا كان احنا هنحرك الجسم ازاي، انا ممكن استخدم كريم الترهلات ده في المناطق اللي بعاني فيها من بعض الترهلات والبس عليها البدله، وكده كده البدله بتخليك حراره جسمك تعلى جدا وتطلع عرق كتير، والعرق ده دليل ان في حرق حاصل مع الكريم. اذا احنا بنمشي وبنحرق وفي نفس الوقت قدر الامكان بنتلاشى موضوع الترهلات. عايز اعرف حاجه، ايه موضوع المفاجاه بقى؟ قولي لي المفاجاه تاني. المفاجاه خلاص انت حرقتيها، 50% خصم وشحن مجانا لكل المحافظات. طيب عايز اعرف حاجه، المتابعه مجانا كمان. ايوه المتابعه، انا بحب قوي في الشركه عندكم موضوع المتابعه ده، لان انا بشوف انه لا يعني في صدق في الموضوع شويه، لانه اسهل حاجه عندي ان انا اقول لك خدي اشتري القلم ده وامشي، بس فكره ان انا طول الوقت ابقى على تواصل مع العملاء بتوعي ولا من فضلك كل كذا والاسبوع ده هناكل كذا، بتتعاملوا ازاي مع حالات بتكسروا الروتين؟ الناس بتزهق بعد فتره من الدايت. بالظبط، بنديهم افكار للاكل، بنديهم افكار ازاي يستخدموا اصلا البرودكت قبل الاكل، يعني الاكل ده هيبقى عامل ازاي. البرودكت ده اساسا من ضمن مميزاته كمان ان انت لما تاخديه قبل الاكل بنص ساعه هيحسسك بالشبع ويظبط لك السكر، لان هو الالياف بتنفش في المعده. بالظبط. حلو. هو المميز فيه كمان ان هو هيقلل امتصاص الدهون في الوجبه اللي انت هتاكليها بعد الاكل. لا وغير كده كمان هو هيحسسني، عارفين لما تبقى شبعان لدرجه التخمه انت حاسس ان بطنك مليانه، بالونه في بطنك جواها، انت مش محتاجه تاكلي كميه كبيره علشان تملي معدتك اللي انت متعوده، الوجبه بتاعتك اللي متعوده تملي معدتك، انت ما بقيتيش محتاجاها خلاص، هي اوريدي مليانه. طيب خلينا ناخد اسماء. مساء الفل يا اسماء. السلام عليكم، ازيك حبيبتي عامله ايه؟ عليكم السلام، كله زي الفل الحمد لله. منوره الدنيا يا حبيبتي. ده نور حضرتك، تسلمي لي. ممكن كنت عايزه اسال الدكتوره على اسئله كده بتواجهني في انظمه الاكل يعني. اتفضلي دكتور معاكي. بصي انا بجوع قوي بالليل وباكل كتير، ببوظ النظام يعني، بحس دايما بحس بالجوع، بحس ان انا مش عايزه اكل تاني، فالدايت بتاعي بيبوظ، فدي مشكله بتواجهني. بعد ما بخس برجع اتخن تاني من لخبطه الاكل. اوكي، حالا الدكتور هترد عليكي. هي عامله زينا كلنا او اغلبيتنا، عشان كلمه كلنا دي انا ما بحبهاش، اغلبيتنا بنجوع بالليل، الوحش بيطلع بالليل. ازاي سوبر سيليوم تعامل مع الجوع بالليل ده؟
تخيلي ان انت هتاكلي خروف بالليل وتنامي من غير ما تتخني. اوكي، يعني قصدك ان انا هاخد مثلا جرعتين، جرعه الصبح اللي هي قبل الغداء عشان لما اجي اتغدى يبقى في بلك في المعده. اذا كمان قبل النوم بحبه حلوين او قبل وجبه العشاء بالتحديد انا لازم اخد جرعه كمان. بالظبط. اوكي، يبقى احساس الشبع ده هيستمر معايا صبح وليل. بالظبط. وكمان ممكن يعني انت هتصحي الصبح انت مش عندك الشراهه او للاكل زي ما احنا متعودين مثلا، لان احنا لما بنقلل الاكل بنبدا نجوع اكتر بزياده، بنحس ان احنا محرومين اكتر من الاكل لان اي ممنوع مرغوب طبعا. فانت لما انت اصلا اوريدي واكله، اوكي تمام، انت واكله ومعدتك مليانه واحساس الجوع ده اساسا مش موجود عندك، فايه اللي هيخليكي تقومي تاكلي؟ مفيش حاجه. اوريدي انت حاطه البلك البالونه في معدتك، مفيش حاجه هتخليكي تقومي بقى تاكلي تبوظي الدايت بتاعك او تبوظيه بالذات بالليل. في ناس بيبقى عندها عامل وراثي للسمنه، يعني في ناس بيبقى مثلا الاب والام عندهم مشاكل مع السمنه او الجد او ايا كان مريض السمنه، وخلينا نقول مريض لان السمنه خلاص خلينا نتعامل معاها، او انا شخصيا بدات اتعامل مع السمنه انها مرض ما هياش حاجه عارضه وهتمشي، هو مش دور انفلونزا، هو يعني مرض ولازم نقرا طول الوقت عنه ونعرف مشاكله ايه، وعشان كده دايما بنقول من فضلكم طول الوقت ثقفوا نفسكم والجأوا للدكاتره. لو انا عندي عامل وراثي، يعني عندي جين بيسمح لجسمي ان هو يربي دهون بسهوله، المنتج اتعامل ازاي مع الموضوع ده؟ احنا الاول واحنا بنعمل المتابعه بناخد الداتا بتاعتك كلها، بنحط الحاجات دي كلها في الحسبان بتاعتنا. العامل الوراثي دايما بيبقى في الاديبوسايت او الخليه الدهنيه بتاعتك، بيبقى عندها قابليه ان هي زي ما انت بتقولي كده تتربى بسرعه، تظهر بسرعه، وعنيده جدا ما تحبش تنزل. ايه الحل ان هي تنزل؟ ان انت تحرميها من الانتخه اللي هي فيها دي، الجسم هيقول لها ماليش غيرك ان انا استخدمه. انا خلاص الاكل اللي دخل لي كان على قد طاقتي خلال اليوم، وانا عايزك دلوقتي، عايزك وهي نايمه، عايزك وهي بتتحرك، عايزك وهي بتعمل الرياضه. فهتضطر ان هي تقوم بقى تتحرك. هنعمل المنتج ده هيحقق الموضوع ده ازاي؟ بان هو هيخليكي تاكلي الكميه اللي هتخليكي طول اليوم نشيطه، تديكي الطاقه بتاعتك، بس الكميه اللي يعني الزياده اللي هتتحول لدهون دي انت مش هتاكليها اصلا. اصحاب الامراض المزمنه بقى، القلب، الضغط، السكر، يعني مريض القلب شويه حتى لو هنقول اتمرن او امشي بيبقى الموضوع بنتعامل معاه بحساسيه قوي لان ضربات قلبه لو عليت زياده عن اللزوم ممكن يحصل له مشكله. اصحاب الامراض المزمنه قلب وضغط وسكر، ازاي سوبر سيليم اتعامل مع المجموعه دي من حبايبنا واخواتنا الناس؟ سوبر سيليم امن جدا على امراض الضغط والقلب والسكر. احنا اصلا لامراض السكر بنرشح لهم السوبر سيليم حتى لو هو مش يعني مش بيطلبه او مش في الروتين بتاعه، احنا بنحطه له علشان مرضى السكر عندهم شراهه للاكل. فاحنا غير كده احنا عايزين نظبط مستوى السكر في الدم، فهنديله السوبر سيليم ده علشان يشتغل على ليفلز كتير جدا، غير ان هو بس يجوع او يخس، احنا عايزين نظبط مستوى السكر في الدم بتاعه، عايزين نعالج مشكله مقاومه الانسولين، وعايزينه يخسر الوزن بتاعه اللي هو اصلا جاي لي عشانه، فده في المتابعه بيتحط في الاعتبار. بالنسبه بقى لمرضى الضغط والسكر، السوبر سيليم سيف تماما لاستخدامهم، الضغط والقلب، بس القهوه الخضراء هي اللي مش هتبقى مناسبه لمرضى الضغط والقلب. والمنتج امن برضه على الحوامل يا دكتور؟ مفيش اي دراسات تخليني اقول مش هستخدم السوبر سيليم للحوامل، مفيش اي مشكله خالص. احنا كمان او مش الحوامل تحديدا، بعد يعني بعد فتره الولاده. ده يا ريت. ما اكيد مفيش حد حامل هيعمل دايت، لا مش بتكلم على كده، بعد فتره بعد الولاده بيحتاج ان انت بتاكلي كتير، وبيحتاج ان انت اصلا تاخدي حاجه تديكي نشاط. سوبر سيليم هيوفر لك الموضوع ده، لان الحاجه اللي ممكن تقلل النشاط بتاعك برضو ان السكر عالي في الدم بتاعك، في مقاومه انسولين، مش قادره تعملي حاجه، مش قادره اصلا تقفي تعملي الشغلانه كنت بتعمليها في دقيقه، بقيتي بتعمليها في ساعه، انت محتاجه النشاط بتاعك عشان تقدري تواجهي العالم الجديد اللي انت دخلتيه، ومحتاجه كمان حاجه تديكي باور تكملي اليوم بتاعك، وحاجه تخسي بيها وتفقدي بيها الوزن اللي انت اكتسبتيه اثناء الحمل. ازاي اقدر اطلب الكورس ده؟
الارقام موجوده للتواصل. حلو. زي ما قلنا في خصم 50%. قولي لي في الاول صفحه على الفيسبوك موجوده. اصل في ناس تقول لك لا انا هتواصل على الفيسبوك عشان اقدر كل شويه اي سؤال عايز اساله اخش اساله على طول للناس. موجوده ما اوكي دي صفحه الفيسبوك صح كده؟ اوكي. خلينا كمان نقول ان المنتج ده مصرح من وزارة الصحة، يعني معنى كلام الدكتور اللي انا فهمته من الكلام انه احنا لما هنطلب منتج سوبر سيليوم هناخد معاه كورس القهوة الخضراء صح؟ بالظبط. وكمان الكريم بتاع شد الترهلات وكمان خصم 50% وده لفترة محدودة، فيا ريت سريعا نطلب الاوردر. وكمان خلينا نقول ان التوصيل هيبقى مجانا لجميع انحاء المحافظة، وكمان المتابعة مجانا. ايوه قولي لي كده عشان موضوع المتابعه المجانا ده بيفرق معانا شخصيا. طبعا ما ينفعش يبقى السعي بتاعنا كله للبيع فقط، احنا المفروض نوعي المريض بتاعنا ازاي يتعامل مع المنتج علشان يستخدمه صح، لان انا زي ما قلت لو انت اخدتي السيليوم وبلعتيه بس كده وما اخدتيش الميه يبقى احنا ما عملناش حاجه. طيب ازاي قدر الامكان قدر او ايه اشهر الغلطات اللي بنعملها تضر بشرتنا وتضر شعرنا اثناء الدايت؟ ان احنا في ناس بتعتمد على الدايت ان انا اقطع اكل. حلو. خالص. وفي ناس انا اعرف ناس شخصيا كانت بتعتمد على السيليوم، انا شبعانه مش هاكل بقى. انا شبعانه لدرجه ان انا مش هاكل خالص. وكل ما اجوع هقوم اخد السيليوم. طب والاكل والحاجات اللي انا محتاجاها اصلا من نيوتريشن، محتاجه فيتامينز، محتاجه يعني حاجات تانية كتير، الحاجات دي هتدخلي من الاكل بالنسب اللي جسمي محتاجها. مش هيدخلي الحاجات المضره اللي ممكن تضر جسمنا وممكن تؤدي لزياده الوزن او تؤدي لان بشرتنا تتضر. طيب خلينا ناخد محمد. مساء الفل يا محمد. مساء الجمال عليكم. عامل ايه؟ منورين الدنيا. ده نور حضرتك يا فندم. ازي حضرتك يا استاذه؟ نور الدنيا ودايما متعلقه ويا رب نشوف الحياه كلها مبسوطه والمجتمع على وش. هو الصوت مش احسن حاجه استاذنا حضرتك، بس تقف في مكان فيه شبكه. الو الو. طيب يا ريت تحاول تتصل بينا تاني من فضلك. قولي بقى، قولي لي اشهر الحاجات يعني. احنا بنمنع اكل. طيب انا دلوقتي لو ما منعتش اكل وطلبت سوبر سيليوم وخدت القهوه الخضراء وخدت كريم الترهلات هديه وجالي الاوردر مجانا لحد باب بيتي والتزمت معاكم في الدايت، عايز تقنعيني ان دكاتره الدايت اللي عندكم هيسمحوا لي بايام فري اعك فيها عكوكه؟ احنا اصلا الدايت مش حرمان، مفيش حاجه هتخليكي تتحرمي. احنا الفكره من المتابعه ان انت ما تتحرميش من الحاجه اللي انت بتحبيها، هتاكلي الحاجه اللي انت بتحبيها بكميات تسمح ان جسمك اصلا يحرقها ويستفيد برضو بالحاجه اللي انت بتحبيها دي، مش هتاكلي حاجات يعني تضرك. انا المنتج هيخليكي تاكلي الكميه اللي جسمك يستفيد بيها وما تتخنكيش ومش هتتحرمي، يعني انت مش هتبصي للاكل كده وتقولي انا نفسي في المكرونه البشاميل دي، انت ممكن تاكليها عادي. يعني انتوا بتسمحوا بيها بس في اوقات معينه وبكميات محدده. مسموحه بالاوقات المعينه والكميات المحدده، الكميات دي الحاجه اللي بتساعدنا فيها زي ما قلت لك ان احنا نستخدم البرودكت قبل الاكل. البرودكت كمان في حاجه انا متاكده ان انت هتبقي عارفاها، الكروميوم. الكروميوم طبعا. المعدن ده رهيب طبعا، ان هو يخليكي الدهون تنشف ويخلي يحفز انزيم الانسولين بتاعك وان هو يعلي من معدل الحرق. وكمان في فانيليا علشان الطعم. اوكي. لو انت فاكره بقى ان انت هتاكلي هتشربي بودره كده ملهاش اي طعم، لا هي ليها طعم فانيليا. ليها طعم الاناناس. لو انت فاكره ان طعم الاناناس بس عشان الطعم، لا هو في انزيم البرومالين ده علشان برضو يعلي الحرق. يعني انا هعلي الحرق عن طريق ان انا الفانيليا بتعلي الحرق، الاناناس اللي موجود. لا هو مش الفانيليا، هو الفكره ان في الياف اناناس في المنتج اللي هي اوريدي بتنفش في المعده، كمان هو معمول بطعم التوت، فده معناه ان كمان الاطفال ممكن تستصيغه وتبقى بالنسبه لها لطيف. الاطفال دايما لما تيجي تشربيهم حاجه تعلي حرق مثلا او حاجه، احنا بنتكلم هنا تقريبا من سن 12 سنه لما فوق، يقول لك ينصح الدكاتره باستخدام سوبر سيليوم، لان دايما الطفل بص تلاقيه يقول لك يا ماما طعمها مر، طعمها مش عارف
ايه الفكره في سوبر سيليا من هم كمان عاملين المنتج بطعم التوت والالياف اللي موجوده في المعده اللي بتنفش في معدتنا دي مش بس الياف البيستاليوم لا هي كمان فيها الياف اناناس فهو هيبقى في بقه طعم حلو وكمان في معدته حاجه صحيه عامله حجم كبير جدا جوه المعده فمحسساه بالشبع. دكتور شرفتيني ونورتيني بجد كنت مبسوطة ان كنت مع حضرتك النهاردة لحد هنا بتخلص حلقتنا بس مفاجأتنا وفقراتنا ودكاترتنا ما بيخلصوش أبدا. باي باي يا زبادي.